تحية لك إياد وتحية لضيفك الكريم ولمشاهدي الإخبارية السورية. حياك الله يا رب. تتضارب المعلومات حول تأجيل موعد اجتماع أستانا اليوم من عدم التأجيل، ما المعلومات لديك حول هذا الموضوع؟ إياد، المعلومات يعني ليست متضاربة بقدر ما هي توصيف المعلومة أو توصيف ما يجري في أستانا هو المتضارب. إذا أردنا الحديث عن بدء الاجتماعات التي تضم وفد الجمهورية العربية السورية وأيضا وفد التنظيمات الإرهابية الذي بالمناسبة إلى الآن لم يتأكد وصوله إلى العاصمة الكازاخية أستانا، من المفترض أن تبدأ الغد، وفق ما قالت مصادر في اللجنة المنظمة أو لدى المنظمين. أخبرتنا منذ الأمس بأنه الاجتماعات ستبدأ بوصفها اجتماعات أستانا، من المفترض أنها ستبدأ يوم غد الساعة 12 ظهرا بتوقيت العاصمة الكازاخستانية، 8 صباحا بتوقيت دمشق. إذن هذا فيما يتعلق بالاجتماعات، اجتماع أستانا كما هي رؤية المنظمين. أما اليوم فالاجتماعات تشاورية، هناك لقاءات يجريها وفد الجمهورية العربية السورية لتنسيق المواقف كما جرى في الاجتماع الماضي في أستانا، هناك لقاءات مع الوفد الروسي مع الوفد الإيراني لتنسيق المواقف، اجتماعات ثنائية، يعني هي ليست اجتماعات فعلية أو لا يمكن أن تندرج ضمن الاجتماعات الفعلية، اجتماع أستانا تحت هذا المسمى. إذن هي مشاورات ولقاءات ثنائية تجري. وفد الجمهورية العربية السورية بطبيعة الحال كوفد يعني ملتزم بمواعيده، وصل في الوقت المحدد والمقرر من قبل الخارجية الكازاخستانية ويعني من قبل المنظمين، وبدأ العمل اللقاءات هنا التشاورية مع الوفد الروسي مع الوفد الإيراني. من المفترض أن هذا الاجتماع إياد سوف تبحث فيه القضايا التي ما زالت قيد النقاش، يعني وفد الجمهورية العربية السورية ومنذ المرة الماضية يصر على أن موضوع ضبط الحدود السورية التركية هو موضوع مهم جدا، هو ضبط الحدود يعني السورية مع دول الجوار التي يؤدي فلتان هذه الحدود إذا صح التعبير إلى دخول الإرهابيين إلى سوريا، لأنه هدف وفد الجمهورية العربية السورية والحكومة السورية من التواجد في هكذا اجتماع هو وقف نزيف الدماء السورية، هو العمل على يعني وقف الحرب في سوريا وصلت الحرب على الإرهاب، وليس أن تستمر التنظيمات الإرهابية التي عدد منها وقعت على اتفاق وقف العمليات القتالية وأن تستمر بإلقاء القذائف على المدنيين مما يتسبب بارتقاء الشهداء ووقوع جرحى. هذا الأمر من الضروري أن يتوقف مع استمرار محاربة الإرهاب. الخطوة الأولى في محاربة الإرهاب هي إغلاق الحدود، بما يعني أن يجب علينا أن يكون هناك يعني ضبط لهذه العملية لكي نتوصل إلى محاربة الإرهاب. نعم يا رهل، من معلومات لديك حول وصول الوفد التركي المعني بهذا الموضوع تحديدا، موضوع ضبط الحدود؟ ما يتم تداوله هنا أن هناك أنباء عن وصول الوفد التركي، إلى الآن لم نشاهد أي منهم هنا في فندق ريكسوس بريزيدنت، وهو الفندق الذي تجري فيه أو من المفترض أن تجري فيه اللقاءات الثنائية وحتى الاجتماعات مع أستانا، لكن هناك أنباء تتحدث عن وصول الوفد التركي بعد تأخير دام تقريبا يوما كاملا، وبالتالي ما أدى إلى تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أن يبدأ اليوم حقيقة إياد. نعم، طيب يارا، من خلال تواجدك في العاصمة الكازاخية وقربك من موقع الحدث، يعني عدم تأكيد وصول وفد التنظيمات الإرهابية، تأخير وصول الوفد التركي، الجو العام اليوم في أستانا ما هو؟ على ماذا يدل؟ ما المؤشرات حتى الآن؟ المؤشرات تتحدث عن أنه الهدف أو يعني ما يسعى إليه المجتمعون في هذا المكان هو ربما التوصل إلى وثيقة ما تتضمن يعني بعد البحث في يعني اتفاق وقف العمليات القتالية طرق تثبيت هذا الاتفاق وآلية المراقبة وطرق محاسبة من يعني يخترق هذا الاتفاق. التنظيمات الإرهابية المسلحة خرقت هذا الاتفاق أكثر
من مرة بإطلاقها القذائف على المدنيين في أكثر من مدينة في سوريا إياد، وبالتالي نعم. هذه معضلة كبيرة جدا. كيف يمكن أن يضبط التركي الذي هو ضامن للتنظيمات الإرهابية في يعني المنطقة الشمالية، والآن هناك أيضا الحديث يدور عن الوفد الأردني الذي من المفترض أنه يعني يشارك كمراقب ربما، أو يعني إذا صح التوصيف، أو يعني يعني ليس له دور في النقاشات وفي الحوار ولكنه متواجد. ربما يكون الهدف هو أيضا أن يضمن التنظيمات الإرهابية المتواجدة في المنطقة الجنوبية. هذا أمر إشكالي. من المفترض أو يعني يريد الجانب المنظم أن يكون البحث في آليات تثبيت وقف العمليات القتالية في سوريا، وهذا الأمر إلى الآن نتيجة تعدد الفصائل الإرهابية والتنظيمات الإرهابية ونتيجة عدم تبعيتها لمرجعية واحدة سواء التركي أو الإيراني أو غيرها، ما يزال أمرا يعني معلقا إلى الآن. كيف يمكن أن تضبط هذه التنظيمات الإرهابية وأن توقف قصفها للمناطق أو إطلاق القذائف على المناطق الآمنة في الأراضي السورية؟ هذا هو الهدف من الاجتماع وفق ما هو يعني متداول هنا في الأرجاء وفي يعني في تحديدا في فندق ريكسوس بريزيدنت، حيث نحن يعني أقرب ما نكون إلى الاجتماعات الثنائية، ولو أن التشديدات الأمنية تمنعنا حقيقة من الدخول إلى داخل القاعات. هنا يعني يوجد حظر كبير لاقتراب الصحفيين من المناطق من المنطقة التي تشهد الاجتماعات سواء اللقاءات الثنائية أو من الاجتماعات التي من المفترض أن تبدأ يوم غد. يارا صالح مفدة الإخبارية السورية إلى أستنا، شكرا لك يارا. إذن من بيروت ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ ماهر سلوم الخبير في الشؤون الأمريكية. حياك الله أستاذ ماهر. حياك الله، صباح الخير لك وليارا ولضيفك عبر سكايب. حياك الله.